وزير الطاقة يكشف للإخبارية عن تحديث وتوسيع مصفات مشتركة مع بورتومينا الماليزية. وشركة مطارات الرياض تطلق منافسة الرخصة الثانية للشحن الجوي في مطار الملك خالد الدولي. النشرة الاقتصادية المفصلة من الإخبارية، أهلا بكم. قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في تصريح خاص لقناة الإخبارية بأنه تم توقيع مشاريع مع ماليزيا للاستثمار في قطاع الطاقة بتكلفة تجاوزت 12 مليار دولار، وأشار إلى أن أرامكو ستشارك في هذه المشاريع بنسبة 50%. يعني أنا أعتبره حجر الزاوية الاقتصادي لهذه الزيارة المباركة توقيع اتفاق ضخم بكل المعايير، ليس فقط على مستوى ماليزيا والمملكة ولكن على أي مستوى، لأن هذا المشروع بالفعل مشروع عملاق، تكلفته تتعدى 12 مليار دولار، يعني حوالي أكثر من 45 مليار ريال سعودي. ستشارك فيه أرامكو السعودية بنسبة 50%، وستوفر النفط الخام لهذا المصفات وهذا المجمع البتروكيماوي بنسب تتراوح بين 50 إلى 70%، فهو بيوفر للمملكة ولأرامكو طلب مستدام على النفط السعودي، وسيمكن الشركة أو الشركتين بالأحرى بإضافة قيمة لهذا النفط من خلال تصنيعه إلى منتجات عالية الجودة، سواء كانت وقود أو منتجات بتروكيماوية للسوق الماليزي وللأسواق المجاورة. وبيّن الفالح أن أرامكو لديها مصفات تعمل على تحديثها وتوسيعها مع شركة بورتومينا. أكد بأن هناك العديد من الشركات التي تطمح للدخول إلى قطاع البتروكيماويات والتي ترغب في التعاون مع أرامكو. أرامكو لديها مصفات تعمل على يعني تحديثها وتوسعتها مع شركة بورتومينا، هي مصفات تشيلي تشاب، وهذه هذا المشروع أيضا سيكون بداية إن شاء الله لتعاون وثيق في مجال الطاقة والبتروكيماويات. هناك شركات من القطاع الخاص بما فيها شركة أكوا باور تطمح للدخول سوق ماليزيا في الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء بشكل عام، وبدأنا في الحديث مع الحكومة الماليزية لإعطائهم فرص للمنافسة والدخول هذه الأسواق. التجارة عموما والتبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول شرق آسيا في نمو مستمر، وزيارة خادم الحرمين الشريفين يعني تقوي العلاقات القائمة وتفتح أبواب جديدة لتقوية العلاقات. عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم منتدى الأعمال السعودية الماليزية، والذي نظمته وزارة التجارة والاستثمار على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لماليزيا. وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان سليمان أن ماليزيا حققت نمواً في الإنتاج الصناعي، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، مما مكنها من أن تحتل مراتب متقدمة من حيث حجم التجارة الخارجية. هذا وقد تم على هامش المنتدى تبادل 7 مذكرات تفاهم باستثمارات في المملكة تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال للتعاون في مجالات تطوير اللقاحات والنقل العام والأغذية وصيانة الطائرات وبرمجيات وحلول إلكترونية، أيضاً الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة. وفي لقاء خاص بالإخبارية أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين أن استثمارات رجال الأعمال الماليزيين في المملكة قدرت 8 مليارات ريال. تم تبادل وثائق مذكرات تفاهم بين رجال الأعمال السعوديين ورجال الأعمال الماليزيين لاستثمارات في المملكة قدرت ب8 مليار ريال،
هذه الوثائق أو مذكرات تفاهم تجاوز عددها يمكن 7-8 مذكرات تفاهم. كما أوضح مدير العلاقات التجارية والإسلامية بهيئة الاستثمار سامي الزبن أن هذه الاتفاقيات أتت لتشجيع الاستثمار وزيادة الفرص التجارية بين البلدين. طبعاً إحنا اليوم في خضم الزيارة الملكية نحاول تطوير العلاقة التجارية الاستثمارية مع ماليزيا من كافة الجوانب. طبعاً هي أساسها تشجيع الاستثمار وتشجيع تنمية التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا. هذه الاتفاقية اللي تمت أمس تتحدث عنها لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال التبادل التجاري والاستثماري. وفي لقاء خاص أوضح عضو مجلس الأعمال السعودي الماليزية الدكتور توفيق السويلم أن اللقاء ضم أكثر من 1000 شخص وأكثر من 100 رجل من رجال الأعمال السعودي ناقشوا عدة قضايا استثمارية. نحتفل اليوم بلقاء كبير بين منتدى الأعمال السعودي الماليزي والذي حضر أكثر من 1000 شخصية وأكثر من 100 رجل أعمال سعودي في كوالالمبور بالفترة من 26 حتى 28 فبراير. وعقد اليوم عدة لقاءات وقدمت بعض الجهات زي جهات رسمية عندنا في السعودية وجهات رسمية في ماليزيا برامجهم وخططهم المستقبلية للاستثمار. واليوم أيضا وقع عدة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين شركات سعودية ماليزية للاستثمار في ماليزيا أو الاستثمار شركات ماليزية في المملكة العربية السعودية. أطلقت شركة مطارات الرياض منافسة الرخصة الثانية لشحن الجوي في مطار الملك خالد الدولي برياض، وذلك لتحسين مستوى وجودة الخدمات وتوفير البدائل وتعزيز المنافسة، وهو ما تسعى إليه المملكة من خلال رؤية 2030 في تطوير الخدمات اللوجستية. حيث أوضح مدير إدارة الشحن لمطارات المملكة عبد الرحمن المبارك أن المنافسة مفتوحة لجميع مشغلي الشحن الجوي حول العالم، بشرط أن تكون الشركة سبق وناولت ما لا يقل عن 400,000 طن في العام من إحدى محطاتها العالمية. وأشار إلى أن نتائج المنافسة ستعلن بعد 3 أشهر. أكشف المبارك أن الأسبوع المقبل سيشهد أيضا توقيع عدة عقود طويلة الأمد مع كبرى شركات النقل السريع العالمية والمحلية. قبل الختام أهم العناوين: وزير الطاقة يكشف للإخبارية عن تحديث وتوسيع مصفات مشتركة مع بورتومينا الماليزية، وشركة مطارات الرياض تطلق منافسة الرخصة الثانية للشحن الجوي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. شكرا لطيب المتابعة.